المقاومة من أجل رجوع السلطان وتحقيق الاستقلال. من 20 غشت 1953 إلى 18 من نوفمبر 1955 كان الناس يجتمعون ليشاهدوا السلطان في القمر، والسلطات تفرقهم. وفي 4 من شتنبر استقال الوزير المفوض لدى مجلس أوروبا فرانسو ميتران من منصبه احتجاجاً على عزل السلطان ونفيه. وفي 4 من شتنبر يستشهد علال بن عبد الله وهو يحاول اغتيال السلطان المفروض ابن عرفة. وفي نوفمبر ودجنبر كانت هناك عمليات فدائية. وفي 25 من يناير 1954 تم نقل سيدي محمد وعائلته من كورسيكا إلى مدغشقر. وفي 18 من يونيو كان استشهاد محمد الزرقطوني بالدار البيضاء، وفيه تم إحصاء لسكان المغرب أسفر عن تقديرهم ب10 ملايين. وفي 20 من مارس 1955 كان تأسيس الاتحاد المغربي للشغل. وفي 20 من أبريل للسنة نفسها كان تدشين سد بين الويدان. وفي 14 من يوليوز كانت عملية فدائية كبرى بمرس السلطان بالدار البيضاء. وفي 20 من غشت ظهرت مظاهرات وأحداث قمع عنيفة بواد زم وخريبقة وخنيفرة. وفي 22 من غشت بدأت مشاورات إكسليبان حول القضية المغربية، وتم السماح لبعثة من الحركة الوطنية بزيارة السلطان سيدي محمد. وفي فاتح أكتوبر كان انطلاق عمليات جيش التحرير بالريف. وفي 25 منه أعلن الباشا القلاوي عن تأييده لرجوع السلطان. وفي 31 من أكتوبر حل السلطان سيدي محمد بفرنسا. وفي 9 من نوفمبر تم تعيين أندري دوبوا آخر مقيم عام بالمغرب. وفي 16 من نوفمبر كانت عودة السلطان سيدي محمد إلى المغرب. وفي 18 من نوفمبر ألقى السلطان سيدي محمد أول خطاب للعرش بعد عودته من المنفى.